السلام عليكم يا طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب بخير. احنا اليوم ان شاء الله حنصور او حنبدا نصور المحاضرة رقم 1 ضمن مواضيع او ضمن سلسلة محاضرات الفصل الرابع، فصل الكيمياء الكهربائية. طبعا واحد من اهم الفصول بمنهج السادس العلمي يا طلاب هو فصل الكيمياء الكهربائية، لأنه فصل حسب بالوزاري من 20 إلى 25 إلى 26 درجة بالوزاري. أوكي، مواضيع جديدة عليك نوعا ما، لأنه هو حيبدأ الفصل يحكي لك على نوع من أنواع التفاعلات المهمة والرئيسية، اللي هي تفاعلات التأكسد وشنو والاختزال. فهواي من المفاهيم اللي حتمر عليك والمواضيع اللي حتمر عليك بهذا الفصل نوعا ما جديدة، انت ما مرت عليك بقية المراحل الدراسية الا اللهم ما ندر، احتمال انه انت يمكن اخذت فقط تعريف الاكسدة والاختزال بشكل بسيط جدا. لا، لكن بهذا الفصل حيدخلك بلب هذه العمليات او لب هذا النوع من التفاعلات اللي هو تفاعلات تأكسد والاختزال، بس راح تكون بشكل شنو؟ بشكل معمق. لذلك يعني نصيحة يا طلاب، هذا الفصل اعتني به وادرس زين، واحنا ان شاء الله حنبدأ نشتغل على الفصل يعني وحدة وحدة، ركزة ركزة مثل ما يقولون. لانه هذا الفصل يا طلاب شقد ما تعتني مالته، شقد ما تعتني بالبداية مالته، يعني شقد ما تضبط الاساسيات مالته اللي بالبداية، اللي هي حيبدون لك من اعداد التأكسد وشرح لعملية الأكسدة والاختزال، ومن ثم تبدأ تتسلسل المواضيع حسب شنو؟ حسب قيمة الموضوع او حسب اهمية الموضوع من بداية الفصل الى نهايته. لذلك يعني هذا الفصل اذا ضبطت اساسياته بالبداية حيكون شغلك بيه ماشي، لا والله نمت بالبداية ما راح يكون الى الفصل اي معنى، لانه ما حتضبطه نهائيا وللاخير. طيب ما اريد اطول عليك، بس احب اقول لك انه اتمنى تتابع هذا الفصل محاضره محاضره، لانه انا معتمد حجزئه جزئيه جزئيه. اوكي، طيب يلا خلينا ندخل بموضوع الفصل ونشوف هذا الفصل اللي هو فصل الكيمياء الكهربائيه يحكي عليه من بالتحديد يا طلاب. الكيمياء الكهربائيه يا طلاب هي فرع من فروع علم الكيمياء، تهتم بدراسة التحولات، شوف هاي الجزئية المهمة، بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية. كل شغلنا بالفصل الرابع هو يعتني بهذا النوع من العمليات أو من التحولات أو من التفاعلات. علم يهتم بدراسة التحولات ما بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية، حيث تحصل بعض التفاعلات الكيميائية، مو كل، بعض التفاعلات الكيميائية تحصل نتيجة لإمرار تيار كهربائي، كما تؤدي بعض التفاعلات الكيميائية إلى نشوء تيار شنو؟ إلى نشوء تيار كهربائي. إذن هذا الفصل يا طلاب بدأ يحكي لك على العمليات اللي مرة، شوف يعني باختصار وش اللي جاي يصير، انت مرة التفاعل الكيميائي لما يحدث يؤدي الى نشوء تيار كهربائي، يعني هنا العمليه دا تتحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه شنو؟ الى طاقه كهربائيه. ومره العمليه بالعكس، ان امرار تيار كهربائي يؤدي الى حدوث تفاعل شنو؟ الى حدوث تفاعل كيميائي. يعني مره تتحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربائيه نتيجه تحول او نتيجه انه التفاعل لما يحدث يؤدي الى نشوء تيار، ومره بالعكس انت تستخدم تيار لحدوث او لاحداث تفاعل كيميائي، يعني تستخدم الطاقه الكهربائيه لتحويلها الى طاقه شنو؟ الى طاقه كيميائيه. اوكي، فكل شغلنا يدور بهذا المحور اللي هي فرع، العيد من جديد، فرع من فروع علم الكيمياء يهتم بدراسه التحولات بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية، حيث تحصل بعض التفاعلات الكيميائية نتيجة لإمرار تيار كهربائي، كما تؤدي بعض التفاعلات إلى نشوء تيار كهربائي.
هاي العمليات يا طلاب أو هذه التحولات بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية، يعني هذه العمليات اللي مرة التيار يؤدي إلى إحداث تفاعل ومرة التفاعل يؤدي إلى نشوء تيار، هاي العمليات يسمونها العمليات الكهروكيميائية أو التفاعلات الكهروكيميائية، اللي هي بالأصل كلها هي تفاعلات تأكسد واختزال. يعني هذا الشغل اللي مرة تتحول بالطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية ومرة الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية، هذا عملية التحول من كهربائية إلى كيميائية، من كيميائية إلى كهربائية، هاي كلها أثر تفاعلات أو نوع من التفاعلات يسمونها تفاعلات التأكسد والاختزال. أوكي؟ طيب هذا الصنف من العمليات الكهروكيميائية نقسمه إلى نوعين حسب ما هسه ذكرنا بالتعريف. أنت عندك نوع من العمليات الكهروكيميائية اللي هي تفاعلات تأكسد واختزال. النوع الأول من تفاعلات التأكسد والاختزال يسمونها تفاعلات منتجة للتيار، والنوع الثاني يسمونها تفاعلات مستهلكة للتيار. المنتجة للتيار يعني يتم فيها انبعاث طاقة وبالتحديد كهربائية بواسطة تفاعل تلقائي، ومن ثم تحويل هذه الطاقة إلى طاقة شنوة، إلى طاقة كهربائية. يعني المنتجة للتيار، المنتجة بنقول منتجة للتيار يعني جاي تتحول الطاقة الكيميائية الناتجة من التفاعل إلى طاقة كهربائية. أوكي، مثال ذلك النضائد والبطاريات، يجري بالنضيدة أو بالبطارية يجري تفاعل كيميائي وعلى أثره يتولد تيار كهربائي. أما المستهلكة للتيار لا، اللي يتم فيها استخدام الطاقة الكهربائية لإنجاز تفاعل غير تلقائي، ومثال ذلك عملية الطلاء الكهربائي وتنقية شنوة، وتنقية الفلزات. يعني يا طلاب شوف ببساطة أنا شريد أحكي لك، ها أنا جاي أحكي لك، أنا جاي أحكي لك على أنه أنت عندك مرة عندك نوع من التفاعلات يسمونها تفاعلات مولدة شنوة، مولدة للتيار، يعني تنتج تيار كهربائي بحيث أن الطاقة شنوة، أن الطاقة الكيميائية، أن الطاقة الكيميائية حتتحول إلى شنوة، حتتحول إلى طاقة شنوة، حتتحول إلى طاقة كهربائية، يعني تيار شنوة، تيار كهربائي. هذا التفاعل يجري بشكل شنو؟ يجري بشكل تلقائي. يعني دائما هيك عمليات تفاعل هو تلقائيا تتحول الطاقة الكيميائية إلى شنو؟ إلى طاقة كهربائية. أما الصنف الثاني من التفاعلات يسمونها تفاعلات مستهلكة شنو؟ مستهلكة للتيار. مستهلكة للتيار يعني أنت راح تستخدم تيار شنو؟ تستخدم تيار كهربائي، تيار كهربائي من مصدر شنو، من مصدر خارجي. اوكي، حتخلي انت عندك كان عندك تفاعل شنو، تفاعل لا يحدث، يعني انت بالاساس اكو تفاعل ما يحدث، من تعطي تيار كهربائي من مصدر خارجي حيحدث التفاعل وتتولد شنو، وتتولد طاقه شنو، وتتولد طاقه كيميائية، وتتولد طاقة كيميائية. يعني كان هذا بنقول لا يحدث بما معنى أنه التفاعل بالأصل لا تلقائي، يعني لا يحدث، فبسبب إمرار تيار كهربائي على هذا التفاعل حيخليه يحدث، وبالتالي حتنتج شنوة، حتنتج طاقة شنوة، حتنتج طاقة كيميائية. إذا أنت مرة تحول بتفاعل تلقائي، مرة تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، ومرة تستخدم التيار الكهربائي لإنجاز تفاعل لا تلقائي، لإنجاز تفاعل لا تلقائي. أوكي، هسه الصورة خليها ببساطة معتمدة على ما يلي، أنه العمليات الكهروكيميائية مقسمة إلى قسمين، منتجة للتيار ومستهلكة للتيار. أنت بس قل لي أن المنتجة حتتحول بها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، أوكي، بواسطة تفاعل تلقائي، والمستهلكة للتيار حتتحول بها الطاقة الكهربائية إلى طاقة شنوة، إلى طاقة كيميائية، إلى طاقة شنوة كيميائية،
بواسطة تفاعل شنو غير شنو غير تلقائي. أوكي زين، هذا هسه احنا الشغل اللي جاي نقول عليه يا طلاب اللي هو أصل كليته هو عمليات، سواء حولت الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية أو حولت الكهربائية إلى كيميائية، هي كلها تفاعلات تأكسد وشنو تفاعلات تأكسد والاختزال. زين، كل عمليات الأكسدة والاختزال يا طلاب مبنية على من؟ مبنية على أعداد التأكسد، لأن هو اللي حيصير شنو عندنا يا طلاب، يعني حقول لك معلومة متقدمة من البداية، أنت كل اللي حيصير بهذا النوع من التفاعلات هو جاي أقول معتمد أساساً على من؟ على أعداد التأكسد. اللي حيصير هو تغير بأعداد التأكسد. أنت حشوف بالتفاعل أن قسم من المواد حيزداد عددها التأكسدي وقسم من المواد حيقل عددها التأكسدي. فإحنا اللي حيزداد عددها التأكسدي راح نقول عليه هذا تعاني عملية تأكسد، واللي يقل عددها التأكسدي نقول حتعاني عملية اختزال. هسا إحنا راح تجينا تعريف الأكسدة والاختزال وناخذ هذه القضايا بالتفصيل، بس يعني حبيت أقول لك أنه هو بالأساس شغل الأكسدة والاختزال مبني على من؟ على تغير أعداد التأكسد أثناء التفاعل. فبالتالي أكو مواد يزداد عددها التأكسدي وبالتالي أكو مواد يقل عددها التأكسدي. لذلك إحنا حتى وإحنا رايحين لهذا الصنف من التفاعلات واللي حنشتغل به كليته باستخدام أعداد التأكسد أو نعتمد على أعداد التأكسد، طيب لازم تكون عندي شنو؟ لازم تكون عندي معرفة شنو عدد التأكسد وشنو هي الضوابط أو القواعد المستخدمة لحساب أعداد التأكسد. يا طلاب، عدد التأكسد هو عدد موجب أو سالب أو صفر، هذا تعريف لعدد شنو؟ لعدد التأكسد. عدد التأكسد هو عدد موجب أو سالب أو صفر يكتب فوق رمز العنصر، يمثل عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها الذرة. عدد موجب أو سالب أو صفر يكتب فوق رمز العنصر يمثل عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها الذرة. هسه دائما وانت تشوف عندك رمز لعنصر معين دا تشوف فوقه عدد يا اما موجب او شنو او سالب، او مرات ماكو موجب او سالب يعني بما معنى صفر. هذا العدد اللي يكتب فوق رمز العنصر شي يمثل لي عدد التأكسد. طيب، عندنا بعض القواعد الأساسية اللي انت حتعتمد عليها بشغلك الجاي يا طلاب، يعني محاضراتنا الجاية هواي حنعتمد على الشغل اللي راح نحكي يا طلاب. العناصر قسم من عندها تمتلك أعداد تأكسد ثابتة، يعني تلقى هذا العنصر وين ما تروح بأي مركب تلقى نفس عدد التأكسد، وعندنا قسم من العناصر لا أعداد تأكسدها متغيرة حسب نوع المركب اللي يشترك بتكوين هذا العنصر. لذلك احنا حنتطرق هسه المن؟ حنتطرق للعناصر اللي أعداد تأكسدها ثابتة، وهي طبعا حتحفظها انتها على طول الوقت هاي ببالك. اوكي، بعدين نروح الى العناصر اللي اعداد تأكسدها غير ثابته، شلون نلقى عدد تأكسدها باي مركب؟ لسه خلينا ويا من؟ خلينا ويا الثابته. القاعده الاولى شو تقول لها يا طلاب؟ خلي في البال ذني جدا مهمات اللي راح نسولفن يا طلاب. شوف القاعده الاولى شو تقول؟ تقول عدد التأكسد لاي عنصر غير متحد، عنصر حر، الغير متحد يعني عنصر مكتوب لوحده بالمعادله، لا مرتبط ويا ذره ثانيه ولا متحد ويا ذره ثانيه، اوكي؟ مكتوب لوحده، طبعا سواء بالمتفاعلات ولا شنو ولا بالنواتج. عدد التأكسد لاي عنصر حر غير متحد يساوي لصفر. من نشوف عنصر لوحده بالمعادله بالمتفاعلات ولا بالنواتج، اوكي، ما متحد ويا اي عنصر ثاني وما عليه لا شحنه موجبه ولا سالبه، وهذا عدد تاكسده يساوي صفر. مثلا صوديوم ان اي، مغنيسيوم ام جي، سي ال 2 يعني اذا اجى عنصر على شكل احاد الذره او ثنائي الذره مثل الغاز، متى تعرف الغاز
O2 Cl2 Br2 I2. فهذه كلها شنو تعتبر عناصر حرة غير متحدة. أوكي Cl2 O2 H2 Br2 N2 نيتروجين Cu نحاس Ag فضة I2 عنصر اليود كالسيوم. أوكي دول عناصرهم وانت مغمض صفر او اعداد تأكسدهم العفو. مو تنسى هذا O2 H2 هذه غاز بس غير متحد وياه، لان الغاز يا طلاب الغاز ما عندنا Br شنو Br ينكتب لوحده، اذا Br لوحده يعني ايون سالب هالشكل سالب واحد، بس من تريد تكتب بس بروم لازم Br2، بس اكسجين لازم O2، نيتروجين N2 II2 FF2 اوكي Cl2 HH2 ذولا العناصر اللي هم احنا نقول عليهم العناصر السبعة اللي ما تنكتب الا بصيغة جزيئة، يسمونها جزيئة غاز البروم جزيئة غاز الاكسجين، لان ذولا لوحدهم كذرة ما تتواجد. اوكي اذا بصيغة ايون نعم. زين النقطة الثانية او القاعدة الثانية شو تقول يا طلاب؟ تقول عدد التأكسد للايون احاد الذرة يساوي الشحنة على هذا الايون. مو ستة تلقى او سالب اثنين، من اقول لك ايش قد عدد تأكسد الاو تقول لي سالب اثنين الشحنة المحمولة على الايون. حديد اف اي موجب ثلاثة، ايش قد يعني عدد تأكسد الحديد؟ واضح موجب ثلاثة. الاي موجب واحد، ايش قد عدد تأكسد الليثيوم؟ موجب واحد. فاذا الشحنة المحمولة على الايون هي تمثل شحنة هاي الذرة. طيب عدد التأكسد للهيدروجين هاي تخليها في بالك ثابت. الهيدروجين يا طلاب وين ما كان عدد تأكسده موجب واحد مقفول، ما عدا صنف واحد من المركبات يسمونه هيدريد الفلز، هيدريد الفلز حيث يكون عدد تأكسده يساوي لسالب واحد. مت احتمال هنا يجيب لك هاي النقطة على شكل فراغ، يعني يقول لك عدد تأكسد الهيدروجين يساوي لموجب واحد ما عدا فراغ حيث يكون عدد تأكسده يساوي فراغ، ما عدا هيدريد الفلز اللي هو يكون به عدد تأكسد الهيدروجين سالب واحد. هسه هي الأمانة جاية يعني بالمنهج مطروقة؟ لا ما مطروقة، بس انت هاي قاعدة ولازم تعرفها، ولا هو الهيدروجين وين ما كان وبأي مركب موجب واحد، ما عدا قلت هيدريد الفلز مثل NaH KH يعني هيدريد البوتاسيوم هيدريد الصوديوم CaH2 هيدريد الكالسيوم، دول هنا يكون شحنة الهيدروجين سالب واحد. زين قاعدة تخص الأكسجين نقطة رقم 4، عدد تأكسد الأكسجين وين ما كان يا طلاب سالب 2 ما عدا نوع من المركبات يسمونها بيروكسيدات أو بيروكسيد الهيدروجين اللي هو H2O2 شحنته تكون سالب واحد، والا هو وين ما كان ايش قد سالب شنو سالب 2. اوكي زين اذا الهيدروجين وين ما كان موجب واحد، اكسجين وين ما كان سالب 2، الشحنه المحموله على الايون الاحاد الذره، مو اكو ايون، اكو ايون خلي في البال يا طلاب، اكو ايون يسمونه احاد الذره، واكو شنو واكو مجموعه ذريه، يعني ست الحديد اف اي موجب 3 هذا يسمونه ايون احاد الذره، بس مثلا SO4 سالب شنو سالب 2 هذا ايون على شكل مجموعه شنو على شكل مجموعه ذريه، يعني متكون من عده عناصر وعليه شحنه، وهذا يسمونه شحنه الايون، هاي كم كذلك شحنه الايون، بس هذا احادي هذا ايون يسمونه احاد الذره، وهذا هذا ايون على شكل مجموعه شنو على شكل مجموعه ذريه. احنا الاحاد الذره عدد تأكسد الشحنه المحموله عليه، بس لا الايون المتكون من مجموعه ذريه هذا عندنا شغل بي خاص لوحده، دير بالك هسه راح نجي ناخذه. اوكي ففرق بين هاي الحاله وهاي الحاله. زين قاعده رقم 5 يا طلاب، ذولا اللي هم العناصر الفلزيه اللي ارقام تأكسدها ثابته، عدد تأكسد عناصر الزمرة الأولى احنا نسميها مجموعة موجب واحد اللي هم الاربي ريبيديوم اي جي الفضة بوتاسيوم كي الليثيوم الان اي، ذول اعداد تأكسد لعناصر هذه الزمرة يساوي لموجب واحد. طيب استاذ جانت هسه مو قلت انه عدد تأكسد عنصر حر، اي اذا اجى العنصر لوحده بدون ارتباط صفر،
بس هاي هنا اسولف عليه وهو موجود ويا من متحد ويا عنصر ثاني. من نشوف مركب بصوديوم، يعني واحد من عناصره صوديوم ليثيوم بوتاسيوم فضه ريبيديوم، هذا موجب واحد داخل المركب، هذا قاعده ثابت، عدد تاكسده ثابت. من نشوف مركب بهاي العناصر او واحد من هاي العناصر اللي يسمونها عناصر الزمرة الثانية أو مجموعة موجب اثنين، سترونتيوم رصاص بي بي نحاس سيو كوبالت نيكل كالسيوم مغنيسيوم بريليوم بي اي باريوم بي اي اتش جي زئبق، ذول كلهم بأي مركب عدد تأكسدة ثابت موجب اثنين، لكن لو اجا واحدة لا يعتبر عنصر حر، عدد تأكسدة صفر. عدد تأكسد لعناصر الزمرة الثالثة يا طلاب، الزمرة الثالثة يعني مجموعة موجب ثلاثة، هي الانديوم موجب ثلاثة، ألمنيوم موجب ثلاثة، ذهب موجب ثلاثة، غاليوم موجب ثلاثة، بورون موجب ثلاثة. بالمناسبة جماعة موجب ثلاثة احفظ بس الألمنيوم والذهب، أيو دولة ما مطروقات بالمنهج، ألمنيوم وذهب دير بالك عليهم، ذولا وين ما كان ذهب ولا ألمنيوم موجب ثلاثة. تمام؟ زين، نقطة مهمة دير بالك عليها، نقطة رقم 6، عدد تأكسد الهالوجينات. من الهالوجينات البروم واليود والفلور والكلور، ذولا بأي مركب تلقى عدد تأكسده سالب واحد، بس أما إذا ارتبط الهالوجين بذرات ذات كهرو سلبية أعلى منه مثل الأكسجين، إذا لقيت بداخل مركب هالوجين من ذول الأربعة ويا أكسجين ممنوع تقول عليه بعد سالب واحد، لا هذا ياخذ عدد تأكسد غير، مثلا هسه هنا بالسي ال 2 او ايش قد تأكسد الكلور هنا يكون موجب واحد، وانت شلون عرفت استاذ؟ هسه راح نحكي لك هسه عليه بالتحديد، بس انت بس ربط لي هسه القاعدة ان عدد تأكسد الهالوجينات يكون سالب واحد وين ما كان، بس شرط ما يجوا يا أكسجين، إذا إجا ويا بالمركب أكسجين لا ياخذ عدد تأكسد غير السالب واحد، احتمال موجب واحد، احتمال موجب اثنين، موجب ثلاثة، موجب خمسة وغيرها، أوكي؟ إذا ذولا هسه ست قواعد يا طلاب، ذولا ست قواعد ثابتة، خير ثابتة، عدد تأكسد أي عنصر حر ما مرتبط صفر، عدد تأكسد أي آيون أحادي الذرة الشحنة المحمولة على الآيون. الهيدروجين وين ما كان موجب واحد بس عدا هيدريد الفلز، الاكسجين وين ما كان سالب اثنين عدا بيروكسيد الهيدروجين H2O2 بس هنا ياخذ سالب واحد. مجموعة الاولى اللي هن صوديوم ليثيوم كالسيوم بوتاسيوم فضة، دولة موجب واحد وين ما كان، دولة العناصر موجب اثنين وين ما تلقاهم، ذهب والالمنيوم وين ما كان موجب شنو؟ موجب ثلاثة. ماشي؟ الهالوجينات سالب واحد وين ما كان، بس شرط ما يجي الأكسجين، يعني إذا أجي الأكسجين حياخذ عدد تأكسد غير سالب واحد، غير سالب واحد. هسه هاي تخص من القواعد، تخص أعداد التأكسد للعناصر اللي هي راح تكون أعداد تأكسدها ثابتة. زين، سؤال نسأل يا أستاذ، طيب أستاذ أفرض عنصر ما أجي من ضمن هاي، يشوى الجدول الدوري بيبزن العناصر، زين والبقيه؟ ها احنا حنحكي على قاعدتين يا طلاب نعلمك بيها، انه العنصر اللي ما تعرف ذولا ثوابت اعداد تأكسده، زين العناصر اللي انا ما اعرف عدد تأكسده ولقيته في مركب معين هذا شلون اعرف عدد تأكسده؟ عندنا قاعدتين جدا مهمات، ذولا القاعدتين تخليك تعرف عدد تأكسد اي عنصر حر مجهول انت ما تعرفه، اوكي؟ شنو ذن القاعدتين؟ تعال خلنا نسولف لك عليهم بالتفصيل. طيب القاعدتين يا طلاب تخص الملاحظة التالية، يمكن استخراج عدد تأكسد لذرات العناصر الأخرى عند وجودها في الجزيئات والتي لم تذكر في القواعد السابقة باستخدام القاعدتين الآتيتين. المن حنحكي؟ حنحكي قاعدتين تخص من يا طلاب؟ تخص العناصر اللي ما وردت ضمن القواعد الثابتة، يعني أنا عنصر موجود في آيون متعدد الذرات أو موجود في مركب
وأنا ما أعرف عدد تأكسد هذا العنصر. فوفق هذين القاعدتين حتخليك تلقى عدد تأكسد أي عنصر مجهول أنت شنو أنت ما تعرفه. القاعدة الأولى شو تقول؟ تقول إن مجموع أعداد التأكسد لجميع الذرات في المركب المتعادل يساوي لي صفر. والقاعدة الثانية تقول مجموع أعداد التأكسد لجميع الذرات في آيون متعدد الذرات يساوي لشحنة شنو؟ يساوي لشحنة الآيون، يساوي لشحنة الآيون. أوكي، هسه لربما أنت ما فهمتني أنا إيش قلت شنو ذن القاعدتين. إذا ما تجي بالمثال ولا بالتمرين ما تفهم. فتعال خلي أشوفك شلون حنشتغل بذن القاعدتين اللي هي حنشتغل بها من نهاية المحاضرة. طيب يا طلاب، أول مرة قبل لا أبدأ بأمثلة وأسئلة بس أريدك تفتهم شنو معنى المركب المتعادل وشنو معنى الآيون، الآيون المتعدد المنوى المتعدد الذرات. يا طلاب، المركب المتعادل يعني المركب الناتج من اتحاد مجموعة من العناصر وما عليه أي شحنة لا موجبة ولا شنوة ولا سالبة. يعني مثلا هسه MgCl شنوة Cl2 كلوريد المغنيسيوم، هذا شنو نقول عليه؟ نقول عليه مركب متعادل لأن المركب مكتوب وما عليه لا شحنة موجبة ولا سالبة، هاي يسمونه مركب متعادل. مثلا Na2CO3 كربونات شنوة؟ كربونات الصوديوم. هذا شي يقولون عليه؟ يقولون عليه مركب متعادل. نشوف ماكو شحنة موجبة ولا سالبة، هذا مركب شنو؟ مركب متعادل. مثلا AgNO شنو؟ NO3، هذا مركب متعادل. طيب لعد الآيون المتعدد الذرات شنو؟ الآيون المتعدد الذرات يا طلاب، مثلا من نشوفني كاتب SO4 سالب شنو؟ سالب 2، هذا يسمونه آيون، يسمونه آيون متعدد الشنو؟ متعدد الذرات. يعني هذا الآيون جاي من اتحاد كبريت وأكسجين، هذا شو تمثل السالب 2؟ هذا تمثل شحنة شنو؟ هاي تمثل شحنة الآيون، شحنة الآيون. مثلا عندي آيون النترات NO3 سالب شنو؟ 1، هذا جاي من اتحاد نيتروجين وأكسجين، وهذا السالب واحد يمثل شحنة شنو؟ شحنة الآيون. إذا المركب المتعادل مجموع أعداد التأكسد إلى شو يساوي لي؟ يساوي لي صفر، بينما مجموع أعداد التأكسد للآيون يساوي لي شحنة شنو؟ يساوي لي شحنة الشنو؟ شحنة الآيون. أول مرة بس فرق لي بين المركب المتعادل والآيون المتعدد الذرات. زين، تعال هنا دي سولف لك. هو القالي شنو يا طلاب؟ يقول بالسؤال حدد أعداد تأكسد العناصر في المركبات والآيونات الآتية. شوف نجي عليه من على نقطة رقم 1. F2 هذا عنصر الفلور، F2 عنصر الفلور، وهذا واحد من العناصر السبعة اللي هو ينكتب بصيغة ثنائي، ثنائي الذرة. هذا متحد ويا عنصر آخر؟ لا. طيب القاعدة شو تقول؟ تقول عدد تأكسد أي عنصر حر غير متحد شو يساوي لي؟ يساوي لي صفر، اللي كتبناها بقاعدة رقم 1. تمام؟ F2 عدد تأكسد شو يساوي لي؟ يساوي لي صفر. ليش؟ لأن هذا عنصر شو يسمونه؟ هذا يسمونه عنصر حر، يعني غير متحد، غير متحد. أوكي؟ زين، هذا اللي قبالك الثاني Mg موجب 2، هذا آيون ولا عنصر؟ لا، هذا آيون. أحاد الذرة ولا متعدد الذرات؟ لا، أحاد الذرة. شقد عدد تأكسد الشحنة المحمولة على الآيون موجب شنو؟ الشحنة المحمولة على الآيون موجب 2، هذا وفق القاعدة الأولى، هذا وفق القاعدة الثانية. زين، هذا اللي قدامك يا طلاب BaO أكسيد الباريوم، هذا مركب ولا عنصر ولا شنو؟ طبعا استاذ هذا مركب لان جاي من اتحاد عنصرين اكسجين وباريوم. طيب هذا مركب شنو؟ هذا يعتبر مركب متعادل، مركب متعادل. ايش قد شحنته يا طلاب؟ شحنته تساوي للصفر. انا هسه ايش اريدك؟ انا اريدك تعرف لي عدد تاكسد الباريوم
عدد تأكسد الباريوم جيد جدا. طيب أني أعرف أن الأكسجين وين ما كان سالب 2، تمام؟ فشلون راح نلقى عدد تأكسد الباريوم؟ بالك يا طلاب، مجموع هذا مركب شنو؟ هذا مركب متعادل، مو تنسها. مجموع عدد التأكسد للمركب المتعادل شو تساوي لي؟ تساوي لي الصفر. فباو علي باريوم واحد في عدد تأكسد، احنا عدد تأكسد مجهول، احنا راح نسميه باريوم. فانت من تجي تقول مجموع عدد التأكسد يا طلاب، يعني العنصر الاول عدده في عدد ذراته في عدد تأكسده، زائد العنصر الثاني عدد ذراته في عدد تأكسده، كلهن مجموع عدد التأكسد شو يساوي لي؟ يساوي لي صفر. فاذا من اجي من باب واحد في باريوم زائد الاكسجين ايش قد عدد ذراته؟ واحد، واحد في شنو؟ سالب 2، مجموع اعداد التاكسد كلها شو يساوي لي؟ يساوي لي صفر. اذا باريوم زائد واحد في سالب 2 سالب 2، مجموع اعداد التاكسد شو يساوي لي؟ يساوي لي صفر. انقل السالب 2 للطرف الاخر، يعني باريوم يساوي لموجب شنو؟ يساوي لموجب 2. اذا بما معنى ان عدد تأكسد الباريوم ايش قد يساوي لي يا طلاب؟ يساوي لموجب شنو؟ يساوي لموجب 2. يساوي لي موجب شنو؟ موجب 2. زين، هنا عندي كي سي ال، هذا مركب متعادل. نعم مركب متعادل، مجموع عدد تأكسد شو يساوي لي؟ يساوي لي صفر. زين استاذ، هسه هو الكي والسي ال، مو المفروض الكي ثابت، رقم ثابت؟ نعم موجب واحد وين ما كان. والسي ال ما دام ما جاي ويا اكسجين، مو المفروض سالب واحد؟ نعم سالب واحد وين ما كان. بس احنا بس ردناك نخليك او نخليك تطبق القاعده. افرض انه البوتاسيوم انت ما تعرفه، بينما انت تعرف الكلور سالب واحد وين ما كان. اذا من نجي مجموع اعداد التاكسد لهذا المركب المتعادل المفروض شو يساوي؟ يساوي للصفر. فمن نجي واحد عدد ذرات البوتاسيوم، واحد في كي زائد الكلور، واحد في سالب واحد، مجموع عدد التأكسد شو يساوي؟ يساوي صفر. اذا واحد في كي كي زائد واحد في سالب واحد سالب واحد يساوي لي شنو؟ يساوي لي صفر. طبعا انا سالب واحد هي داخل القوس وتدخل عليها الاشارة الموجبة، فباقية بالاشارة السالبة. انقل للطرف الاخر، يعني كي يساوي لي موجب شنو؟ واحد. اذا عدد تأكسد البوتاسيوم هنا ايش قد؟ موجب شنو؟ موجب واحد. زين، نجي الى شنو؟ الى بي او 4 يا طلاب. اوكي، بي او 4 خلينا اشتغل لك اياها وحده وحده. ها اوكي، لا انا اذا اجيت على اليمن على بي شنو يا طلاب؟ على بي او شنو؟ بي او 4 سالب شنو؟ سالب 3 يا طلاب. هذا مركب، لا استاذ مو مركب، لعد، هذا ايون متعدد شنو؟ هذا ايون متعدد الذرات، ايون متعدد الذرات. فالقاعده تقول مجموع اعداد التاكسد للايون المتعدد الذرات يساوي لشحنه شنو؟ يساوي لشحنه الايون. طيب هنا نسأل سؤال يا طلاب، طب هذا الايون من اللي تعرفه ومن اللي ما تعرفه؟ ساد، انا اللي اعرفه ان الاكسجين، ان الاكسجين وين ما كان، الاكسجين وين ما كان شحنته سالب شنو؟ سالب 2. اذا انا من اللي ما اعرفه؟ اللي ما اعرفه هو شنو؟ هو الفسفور اللي هو البي. اذا نجيهن وحده وحده. اوكي، فسفور قد عدد ذراته؟ واحد. اذا واحد في شنو؟ في بي، زائد الاكسجين أربعة في عدد تاكسده ثابت سالب 2، هنا مجموع اعداد التاكسد شو يساوي لي؟ يساوي لي سالب شنو؟ يساوي لي سالب 3. اذا بما معنى بي زائد 4 في سالب 2 سالب شنو؟ 8 يساوي لشنو؟ سالب 3. حنقل الثمانية للطرف الآخر، إذا بي تساوي لي سالب 3 زائد 8 ويساوي لموجب شنو؟ ويساوي لموجب 5. إذا عرفت أن عدد تأكسد الفسفور بهذا المركب إيش قد يساوي لي؟ يساوي لموجب شنو؟ موجب 5. زين، ناخذ مركب اخر او ايون اخر. مثلا عندي ام ان يا طلاب، ام ان او 4 هنا عندي سالب. نقول سالب يعني شخص دقص السالب واحد. طيب هذا اللي قدامك مركب متعادل ولا ايون متعدد؟ ايون متعدد.
من اللي ما تعرفه ومن اللي ما تعرفه. أنا المنغنيز ما أعرفه إيش قد ياسات، بس أعرف الأكسجين سالب اثنين. إذن هسه نجي المنغنيز يا طلاب عددهن واحد، هذا هنا عددهن واحد في MN، زائد الأكسجين عددهن أربعة في شحنته سالب اثنين. مجموع أعداد التأكسد شي يساوي لي؟ يساوي لي شحنة منو؟ هاي شحنة الأيون سالب واحد. إذن MN زائد أربعة في سالب اثنين سالب ثمانية يساوي لي سالب واحد. انقل السالب ثمانية للطرف الآخر يصير عندي MN يساوي لي سالب واحد زائدا شنو؟ ثمانية. إذن عدد تأكسد المنغنيز هنا نشقد موجب شنو؟ عدد تأكسد المنغنيز موجب سبعة. عدد تأكسد المنغنيز موجب سبعة. زين خلينا ناخذ بعد أمثلة. أوكي طيب لو أجينا إلى مركب آخر K2 Cr2 Ocean و Cr2 O7، هذا اللي قدامك يا طلاب هذا مركب ولا شنو؟ هذا مركب ولا آيون؟ هذا اللي قدامي مركب متعادل صح؟ لأن ما عليه لا شحنة موجبة ولا شنو ولا سالب. طيب من اللي تعرفه ومن اللي ما تعرفه؟ أنا عساد أعرف البوتاسيوم وين ما كان موجب واحد، وأعرف الأكسجين وين ما كان سالب اثنين. طيب لعد ايش قد عدد تأكسد الكروم بهذا المركب؟ هم نجيه نفس القاعدة، ما دام مركب متعادل مجموع أعداد التأكسد ايش يساوي لي يا طلاب؟ يساوي لي صفر. نجي على أول واحد، البوتاسيوم عدده اثنين في عدد تأكسده موجب واحد، زائدا الكروم عدده اثنين في شنو؟ في سي آر، زائد الأكسجين عدده سبعة في عدد تأكسد الأكسجين سالب اثنين. مجموع أعداد التأكسد للمركب المتعادل شي يساوي لي؟ يساوي لي صفر. إذن اثنين في واحد اثنين، زائد اثنين في سي آر اثنين سي آر، زائد سبعة في سالب اثنين سالب أربعة عشر. مجموع أعداد التأكسد شي يساوي لي؟ يساوي لي صفر. أوكي طيب أخذنا اثنين من سالب أربعة عشر، بقى عندي اثنين سي آر ناقصا 12 يساوي لي شنو؟ صفر. انقل 12 للطرف الآخر يصير عندي 2 سي آر يساوي لي شنو؟ يساوي لي 12 بالموجب، وبالتالي سي آر يساوي لي موجب 12 على من؟ على 2. إذن بما معنى أن عدد تأكسد الكروم بهذا المركب يساوي لي شنو؟ يساوي لي موجب شنو؟ يساوي لي موجب 6. شو يساوي لي؟ يساوي لي موجب 6. ماشي؟ فهسه شوف احنا جاي نحكي عليه من يا طلاب، جاي نحكي على العناصر اللي متواجده بمركب متعادل او بايون متعدد الذرات واللي انا ما اعرف عدد تاكسده. فهسه قاعدتنا شو تقول؟ مجموع اعداد التاكسد للمركب المتعادل شو يساوي؟ صفر. بينما مجموع اعداد التاكسد للايون شو يساوي لي؟ يساوي لي شحنه المنوى، شحنه الايون يساوي لي شحنه منوى، شحنة الآيون. أوكي طيب لو أخذنا بعد مثال آخر يا طلاب من أمثلة أو من الأمثلة اللي عندنا كمثال، كمثال إذا أخذنا يا طلاب إيش عندي؟ عندي كمثال مثلا أجي أحكي على NA I O3. زين هذا القدام يا طلاب مركب ولا ايون؟ لا استاذ ما دام ما عليه شحنه لا موجبه ولا سالبه هو عباره عن مركب متعادل. طيب من اللي نعرفه؟ اللي نعرفه ان الصوديوم موجب واحد والاكسجين سالب اثنين. بعد استاذ اليود، اليود هم يساوي سالب واحد غير من الهالوجينات، اتفقنا اذا ما ويا اكسجين، بس اذا ويا اكسجين ممنوع تقول عليه سالب واحد. فإذن هذا بما معنى أن اليود شنو؟ أن اليود حيكون مجهول. والله لو ماكو أكسجين لكان قلت سالب واحد. فسنجيهن عنصر عنصر، هذا عدد ذراته واحد، هذا عدد ذراته واحد، هذا عدد ذراته ثلاثة. إذن الصوديوم واحد في موجب واحد، زائد العنصر الثاني اليود واحد في شنو؟ في آي، زائد العنصر الثالث الأكسجين ثلاثة في شنو؟ في سالب اثنين. مجموع أعداد التأكسد شو يساوي لي؟ يساوي لي صفر.
واحد في موجب واحد واحد زائد واحد في اليود يود زائد ثلاثة في سالب اثنين سالب ستة يساوي للصفر. خدنا واحد من سالب ستة بقى عندي يود ناقصا خمسة يساوي للصفر. أخذ للطرف الآخر يعني عدد تأكسد اليود يساوي لشنو؟ يساوي لموجب خمسة. شفت اليود قصار عدد تأكسده موجب خمسة. ليش؟ لأنه الأكسجين كان موجود وياه بنفس المركب. لو ما الأكسجين كان أعطيته أنا بدون حسابات كان أعطيته سالب واحد. ماشي؟ زين. هنا مثلا ناخذ مركب آخر يا طلاب. مثلا H2 SO شنو H2 SO4 هذا مركب ولا آيون؟ لا أستاذ ماكو أي شيء، إحنا لا موجبة ولا سالبة، هذا مركب متعادل. شقد مجموع أعداد التأكسد إلي أستاذ؟ مجموع أعداد التأكسد وأنا مغمض شقد؟ صفر. طيب من اللي راح تحسب عدد تأكسد أستاذ؟ الكبريت. ليش؟ لأن أنا أعرف وين ما كان الهيدروجين موجب واحد والأكسجين سالب اثنين، الكبريت ما أعرف شقد. إذا هم نجي هنا وحدة وحدة، الهيدروجين عدد ذرات اثنين في عدد تأكسد موجب واحد زائد الكبريت واحد في شنو؟ في S زائد الأكسجين أربعة في شنو؟ في سالب اثنين. كلهن مجموع أعداد التأكسد شي يساوي صفر. اثنين في واحد اثنين زائد كبريت S زائد أربعة في سالب اثنين سالب ثمانية يساوي للصفر. أخذ اثنين من سالب ثمانية S ناقصا ستة يساوي للصفر. يعني S عدد تأكسد بعد ما حول ستة للطرف الآخر يعني عدد تأكسد الكبريت شقد بهذا المركب يساوي لموجب شنو؟ يساوي لموجب ستة. يساوي لموجب ستة. أوكي؟ طيب بعد لو أخذت مثال آخر يا طلاب، لو أخذنا الآيون اللي هو HPO4 سالب شنو؟ PO4 سالب 2. هذا مركب ولا آيون؟ لا أستاذ هذا آيون متعدد شنو؟ هذا آيون متعدد شنو؟ متعدد الذرات. آيون متعدد الذرات. هذا السالب اثنين شنو موقعها من الإعراب؟ هاي شحنة الآيون أستاذ. طيب من اللي أنت حتلقى عدد تأكسد أستاذ؟ أنا الهيدروجين أعرفه وين ما كان موجب واحد، والأكسجين وين ما كان سالب اثنين، بس الفسفور ما أعرفه شكل. روح لقانا عدد تأكسد الفسفور. نجي على الهيدروجين واحد عدد ذراته في موجب واحد عدد تأكسده زائد الفسفور واحد عدد ذراته في الفسفور زائد الأكسجين أربعة في سالب اثنين مجموع أعداد التأكسد شو يساوي لي؟ يساوي للصفر. إذن واحد في موجب واحد واحد زائد شنو زائد فسفور زائد أربعة في سالب اثنين سالب ثمانية العفو عدد التأكسد هنا مجموع أعداد التأكسد شو يساوي؟ سالب شنو؟ سالب اثنين. أوكي؟ زين شو يساوي لي؟ يساوي لي سالب شنو؟ سالب اثنين. تمام؟ واحد راحت من سالب شنو؟ سالب ثمانية بقى عند بي ناقصا شنو؟ سبعة يساوي لسالب اثنين. انقل يعني بي يساوي لسالب اثنين زائد انقل سبعة للطرف الاخر. اذا بما معنى ان بي شو يساوي لي؟ يساوي لموجب شنو؟ يساوي لموجب خمسة. هذا عدد تأكسد منو؟ هذا عدد تأكسد الفسفور. هذا عدد تأكسد الشنو؟ الفسفور. ماشي؟ زين. اذا اخر مركب خلينا نقول عليه يا طلاب هو H2 كمثال CO شنو CO3. هذا مركب ولا ايون؟ لا استاذ هذا مركب لان ما عليه لا شحنه موجبه ولا سالب. الهيدروجين وين ما كان موجب واحد والاكسجين سالب اثنين. فهسه نجي الى ايش عندي؟ الهيدروجين اثنين في موجب واحد زائد الكربون واحد في شنو في سي زائد الأكسجين ثلاثة في سالب اثنين مجموع أعداد التأكسد شي يساوي لي؟ يساوي للصفر. لأن هذا مركب متعادل. هاي عند اثنين زائد شنو كربون زائد ثلاثة في اثنين في سالب اثنين سالب ستة يساوي للصفر. اثنين تروح من سالب ستة كربون ناقص أربعة يساوي للصفر. إذا بما معنى أن عدد تأكسد الكربون شو يساوي لي؟ يساوي لي موجب شنو؟ يساوي لي موجب أربعة. يساوي لي موجب أربعة. إذن يا طلاب الخلاصة هي شنو؟ الخلاصة هي التالي يا طلاب،
القواعد الأساسية اللي حكيناها، هاي العناصر اللي أعداد تأكسدها ثابتة، واللي ما نعرف عدد التأكسد مالته، هو يا أما موجود بمركب متعادل يا أما موجود بآيون متعدد الذرات. موجود بمركب متعادل، القاعدة تقول مجموع أعداد التأكسد لجميع الذرات في المركب المتعادل شو يساوي؟ يساوي صفر. بينما مجموع أعداد التأكسد لجميع الذرات في آيون متعدد الذرات شو يساوي لي؟ يساوي لي شحنة من هو شحنة الآيون. إذن القاعدتين نشتغلهن على العناصر اللي هن ما نعرف أعداد شنو، ما نعرف أعداد تأكسدهن. فمثل ما قلت لك بداية المحاضرة يا طلاب، قلت لك شغلنا حيكون بتفاعلات التأكسد والاختزال، يعني بالكيمياء الكهربائية بشكل عام شغلنا كلي معتمد على ضبطنا لأعداد شنو، لأعداد التأكسد. احنا بس عرفنا شغل أعداد التأكسد، بعدنا ما داخلين بتفصيل شنو عملية الأكسدة وشنو عملية شنو الاختزال. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية حنبدأ نشتغل جزئية جزئية. يلا أشوفك إن شاء الله بالمحاضرة القادمة.